اهي هنكمل ضرب هنا عشان الوعاء ده بقى صغير. خلاص هنجيب بقيه المكونات السائله اللي هي اللبن، كوبايه اللبن، وهنبدا نضربها كده بالتدريج اهو بالشكل ده اهو. هنحط اللبن كده اهو بالشكل ده اهو. خلاص كده المكونات السائله كلها اتضربت مع بعض. هجيب بقى الثلاث كوبايات دقيق واحط البيكنج صودا، اديني الكيك من بره اسلام، والبيكنج باودر، وهقلبهم على بعض. مش هحط الكاكاو دلوقتي، هقول لكم هحط الكاكاو فين اهو. بعد ما اقلب كده البيكنج صودا والبيكنج باودر، ما تكتروش بس بيكنج صودا عشان ما تفورش معاكم وتبوظ، يا دوب طرف المعلقه رشه مش اكتر من كده خلاص، ورشه الملح اهو بالشكل ده كده. وهبدا اخلط المكونات دي على بعض، مكونات الجافه على المكونات السايله اهو. اقلب كده كل المكونات مع بعض، السايله على الجافه، بيبقى قوامها عشان احنا مستخدمين طبعا سمنه بيبقى قوامها تقيل شويه. هات لي شويه لبن يا اسلام عشان اعمل الكاكاو اهو. بخلط كل المكونات كده مع بعض، بتاكد ان المكونات الجافه كلها راحت مع المكونات السايله. هلم بس الدنيا كده، انضف الحاجات اللي انا مش عايزاها دي عشان نعرف نشتغل اهو. تعالوا بقى ايه عشان نخلط كده والدنيا عندي نظيفه وعارفين نشتغل اهو. انا كده فاضل معلقه الكاكاو وعندي بوله فاضيه، تمام كده. هبدا اخلط بسباتولا كده كويس الخليط اللي عندي، المكونات الجافه على المكونات السايله اهو، لحد ما كل الخليط عندي اتاكد ان هو اختلط كويس جدا مع بعض. الدقيق مع كل المكونات دخلوا مع بعض اهو، قوامها بيبقى تقيل شويه عشان طبعا السمن. هاخد بقى جزء من المقدار ده، حابين تعملوا النص بالنص، حابين تعملوا ربع وثلاث ارباع، اللي انتوا حابين تمام. انا هو نصصت شبه نصصت يعني، عندي نص فانيليا بالشكل ده، والنص التاني هحط عليه كاكاو خام. ولما احط الكاكاو الخام الخليط عندي هيتقل شويه اكتر، فهحط عليهم شويه لبن تمام كده. وهجيب سباتولا تانية اهي وابدأ ان انا اخلط الكاكاو مع الخليط التاني، شايفين بالشكل ده كده، لحد ما الخليط عندي كله يبقى متجانس مع بعض، وكل الكاكاو واللبن والخليط بتاع الكيك داخل في بعض. نور صباح الفل. صباح الخير. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله زي الفل دايما يا رب. الله يخليكي يا حبيبتي، تسلمي. والله انا بقى منجبين حضرتك جدا والله، وبحب البرنامج بتاعك جدا. تسلميلي تسلميلي يا حبيبتي، والله ده من ذوقكم، انا كمان بحبكم جدا وبحبكم تكلموني وتقولوا لي الكلام الحلو ده، بيشجعني جدا. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب، وتفضلي منوره الشاشه كده على طول. الله يخليكي، منور بيكو منوره بيكو بتليفوناتكو، وان انتوا دايما بتفرجوا علينا. كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب بس. اتفضلي. شوف الرز، عايزه اعرف طريقه عمل الجاتوه بالشوكولاته. طريقه ايه؟ ايه؟ الجاتوه بالشوكولاته. حاضر. أيوة. بصي انا عملت يعني من كام حلقه الجاتوه الشاتو ده، طريقه سهله جدا لو انتوا عايزين تعملوا حاجه سريعه الخميس اللي فات، وبرده هنعمل مع بعض ان شاء الله يعني حلقات سلاسل كده، حلقات للاعياد ميلاد والكلام ده كله ان شاء الله، في افكار كتير جدا. انا بس يعني بحاول اعمل لكم كل حاجه، بس الموضوع يعني هيحتاج وقت كده في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، هنعمل مع بعض كل حاجه نفسكم فيها باذن الله. صباحك جميل يا حبيبتي، صباحك جميل. تعالوا بقى كده، احنا عندنا اتنين خليط، خليط فانيليا وخليط شوكولاته، شايفين الخليط تقيل شويه، هو ده اللي انا عايزاه. هبطن صينيه عندي مقاس مثلا 23 24 كده بشويه زبده ودقيق، وهبدا انزل
الخليط بتاع الفانيليا اهو بالشكل ده، تمام. اي قالب عندكم، قوالب الالومنيوم الجميله القديمه دي برضو لو عندكم تخلي الكيك جميل اهو. حاولوا دايما ان انتوا لما تخبزوا الكيك اخبزوه في حاجه سرعه عالي، وتكون على قد ما تقدروا لو لونها فاتح يبقى افضل اهو. بصوا حطيت الطبقه دي وهبدا احط عليها الشوكولاته. بصوا هحطهم على بعض كده وهوريكم هنعمل ايه. هنخلطهم مع بعض كده، شكلها زي الماربل كده، حلوه جدا، تبقى رخاميه كده وجميله. هبدا بقى اجيب معلقه او سكينه او اي حاجه، بصوا وهدخلهم في بعض كده بطريقه كده عشوائيه، يعني مش حاجه منظمه خالص اهو. هدخلهم مع بعض بالشكل ده، شايفين اهو بالشكل ده كده، اي شكل اهو بالشكل ده كده. انا هعملها زي كانها رخام كده خلاص، وهدخلها فرن 180 على درجه حراره، على درجه حراره 180 طبعا، شغال تحت بس، الكيكات بتبقى شغاله تحت بس خلاص. انا هدخلها كمان شويه بس عشان الفراخ في الفرن، وهوريكم اللي احنا مطلعينها. بصوا احنا دي مطلعينها مثلا حوالي من نص ساعه، طبعا هتفكوا الجناب. بصوا بصوا عامله معايا ازاي، بصوا من تحت اهي، بصوا الجمال اهي. هنقطعها مع بعض دلوقتي، هناخد بس اروح كده، معلش معلش اصلا انا لقيت نفسي يعني ماسكاها كتير فمحتاجه اريح ايدي. ماشي اهو بالشكل ده. انا عايزه بقى اقطعها لكم كمان اوريها لكم من جوه، جميله وتحفه السمنه. بصوا ايدي السمنه بقى ايه جميله، والترميله بتاعتها كده مختلفه. بصوا انا هقطعها التقطيعه بتاعت زمان المربعات اهو، اللي احنا متعودين ان احنا بناكلها كده. بصوا عاليه وجميله وفي منتهى الجمال اهو. هقطعها التقطيعه القديمه اللي احنا متعودين عليها اهو بالشكل ده. طبعا اعملوها في صينيه مستطيله، صينيه مدوره، اللي موجود عندكم اعملوه. هطلع لكم حته اوريها لكم دلوقتي. حلو هطلع لكم بقى حته كده اوريها لكم عامله ازاي. بصوا بصوا عاليه جدا وهشه، وفي اخده بقى الاثنين، شايفين عامله ازاي اهو. بس من جوه هشه وجميله واخده بقى الاثنين، حته شوكولاته كده على حته فانيليا. بصوا كيك في منتهى الجمال، من الكيكات الحلوه جدا اليوميه اللي تقدروا فعلا تبقوا يعني موجوده عندكم في البيت وموفره عندكم حاجات كتير جدا اهو. رجعها كده مكانها. كيك كمان لما بيتخبز سخن كده بيدي ريحه في البيت جميله، تحسوا كده ان في خير في البيت حقيقي يعني. احنا كده عملنا كده الماربل كيك. تعالوا بقى نطلع فاصل، هروق بس الدنيا كده، وبعد الفاصل هنعمل طريقه سريعه جدا 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 للبسكوت، طريقه سهله وبسيطه.